نبتدي بقى دلوقتي نتكلم على الحاجه الاساسيه اللي احنا عايزين نوصل لها، هي موضوع الديفيوجن. اول حاجه في الديفيوجن الناس بتتكلم عليها هي الديفينيشن بتاعها. الديفينيشن بتاع الديفيوجن هي الراندوم موفمنت اوف بارتيكلز فروم ا ريجن اوف هاير كونسنتريشن تو ا ريجن اوف لوور كونسنتريشن. فمعنى كده نتكلم على ان الديفيوزنج بارتيكلز دي بتموف اندبندنتلي، وفعليا بيبقى السولفنت يعني هم دول بيبقوا دايبين في سولفنت هنا ودول دايبين في سولفنت هنا، والتو سولفنتس اللي موجودين دول ما هماش بيتحركوا، يعني دول ات ريست، يعني بنتكلم على حركه للبارتيكلز بس اللي موجوده بدون حركه السولفنت اللي موجود. فهنا بتخيل ان في عندي تو كومبارتمنتس زي ما انا شايف كده A و B، وفي بينهم هنا حاجه زي سيمي بيرميبل ممبرين. السيمي بيرميبل ممبرين ده بيسمح ان البارتيكلز دي تتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا، بس السولفنت ما بيتحركش. اوكي، فاحنا ممكن نفكر فيها كالاتي. لو احنا بنفكر في براونيان موشن، براونيان موشن معناها ان الحركه بتاعه البارتيكلز دي بتبقى في جميع الاتجاهات، بتبقى راندوم. فلو احنا بنتذكر الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في تشابتر 3، كل واحده من البارتيكلز دي لها احتمالات انها تكون هنا او هنا. فنتخيل كده ان احنا عندنا كل البارتيكلز موجوده هنا وكل البارتيكلز موجوده هنا، لها احتمال انها تتحرك كده ناحيه من اليمين للشمال، زي احتمال انها تتحرك كده من الشمال لليمين. اوكي، فعلشان اتخيل ليه بيحصل نت فلكس او نت فلو من البارتيكلز من جزء لجزء تاني، هتخيل ان في عندنا هنا كام واحد احتمال يتحرك من اليمين للشمال وكام واحد احتمال يتحرك من الشمال لليمين. لو احنا بنفكر كده ان احنا عندنا كل واحده من الدايركشنز اليمين للشمال والشمال لليمين لو probability 0.5، يعني الاحتمال بتاع ده زي ده بالظبط، عشان يبقى في الاخر average velocity بتاعتي تساوي صفر، يبقى معنى كده انا عندي هنا عدد من البارتيكلز اكتر بكتير قوي اللي احتمال يروح من هنا لهنا عن الاحتمال اللي يجي من هنا لهنا. لو تخيلت نص دول هيروحوا من هنا لهنا ونص دول هيروحوا من هنا لهنا، يبقى معنى كده في الاخر هيحصل ايه؟ هيحصل نت فلو من هنا لهنا، نت فلكس. هيحصل ان في عدد من هنا اكبر دخل هنا على العدد اللي من هنا اكتر دخل هنا. فبيسك لو احنا تخيلنا ان احنا عندنا السوليوت بتاعي الكونسنتريشن بتاعه يونيفورم، يعني في هنا قد هنا بالظبط، يبقى معنى كده هيبقى في عدد يروح من هنا لهنا زي العدد اللي هيروح من هنا لهنا، فما فيش اي حاجه هتحصل. انما لو كان في عندي هنا عدد اكبر زي ما كنا بنتكلم من شويه نتيجه للبراونيان موشن، البراونيان موشن هتاخد لي يعني العدد اللي هيخش من هنا لهنا هيبقى اكبر من العدد اللي بيخش لهنا لهنا، فمعنى كده يحصل نتيجه لكده نت فلكس. النت فلكس ده امبيريكلي كده الناس لقيته بيبقى بالشكل ده، جي اكس اللي هي الفلوينس ريت في اتجاه الاكس، الاتجاه الاكس اللي هو نتخيل ان هو الاتجاه اللي كده، هو بيساوي ماينس دي في بارشال سي بارشال اكس. يعني ايه بارشال سي بارشال اكس؟ يعني انا عندي هنا تغير في الكونسنتريشن مع المسافه، يعني هنا في كونسنتريشن اكبر من هنا، يبقى معنى كده بارشال سي بارشال اكس دي تبقى بوزيتيف. فمعنى كده لو دي بوزيتيف من هنا لهنا يعني في الاتجاه اللي هو اكس دوت، الجي اكس اللي هو الفلكس بتاع الاكس هنا، الفلكس بتاع اكس بالنسبه لهنا هيبقى نيجاتيف دي، ده كونستنت بسميه ديفيوجن كونستنت والوحدات بتاعته متر سكوير بير سكند، التوتال ده هيبقى نيجاتيف، يعني الفلكس ده هيبقى نيجاتيف. نيجاتيف معناه ايه؟ معناه ان الجزء اللي ناحيه الشمال ده هيفقد، مش هياخد بارتيكلز. الجي اكس الفلوينس ريت لما يكون نيجاتيف يبقى معنى كده انا بفقد بارتيكلز، مش باكيوميليت بارتيكلز. نفس الحاجه بالظبط، نفس الفورم بتاع الفيكس فيرست لو اللي هو الفكره البسيطه جدا دي، ممكن نلاقيها في حاجات كتيره جدا، ممكن نلاقيها في ديسيبلينز كتيره جدا، ممكن نلاقيها في البارتيكلز، ممكن نلاقيها في الماس، ممكن نلاقيها في الهيت. يعني ممكن نسمع عن حاجه اسمها هيت ديفيوجن ايكويشن. اوكي، بنفس الكونسبت بالظبط، يعني ممكن نتخيل ان احنا زي ما بنتكلم على بارتيكلز زي ما بنتكلم على ماس زي ما بنتكلم على هيت، يعني انرجي زي ما بنتكلم على الكتريك تشارج. فالكلام ده كله له ابلكيشنز واضحه جدا، وهنشوف بعد كده اللي هو الديفيوجن ايكويشن دي هنشوفها في كذا ديسيبلين بعد كده.